يلعب وعنده لاعبين ممتازين مثل زيريانوف نمرة 17، سيمسوف وخصوصا سيماك، لأنه لاعب الارتكاز اللي يعتبر من أفضل لاعبي الارتكاز، وشاهدنا الهدف اللي سجله بافليتشينكو لاعب سيماك هو اللي مرر له. يعني توضح لنا أن المدرب هيدينغ يعطي الحرية المطلقة حتى لاعب الارتكاز باش معناتها يقوم بعمل بدون كرة، ويحاول أنه دائما، والشيء الممتاز أنه الفريق هذا دائما يعمل تفوق العددي، يهاجم بستة سبعة مهاجمين، وأرشافين هام جدا، أرشافين في خطة هيدينغ هام جدا، لأنه اللاعب هذا دائما يلعب أين الكرة موجودة هو يعمل تفوق العددي سواء على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، وبطبيعة الحال صعب محاصرته، إذا سنة باش يبقى محاصر لأرشافين بطبيعة الحال دائما يحاول أنه يهربوا على الأطراف ويصبح فراغ في وسط الميدان، ولهذا صعب أرشافين محاصرته لأنه لاعب أنا أقول خطير جدا اليوم لاعب يمكن الأرضية ما تساعدش الفريق الروسي اليوم. الأرضية هذه ما تساعدش الفريق الروسي الكرات في العمق، لأن الكرات تكون سريعة وصعبة، ولهذا أعتقد أن يمكن المدربين قبل المباراة يعطي تعليمات أن الكرات أسهل في على الأرض وأسهل في الرجل، أسهل من الكرات اللي في العمق، وهذا بطبيعة الحال ما تساعدش الفريق الروسي، لكن الفريق الروسي بصراحة عنده إمكانيات كبيرة. أعتقد أن الحل الوحيد للفريق اليوم الإسباني هو أنه يكون حاضر بدنيا، لأن من مشاكل الإسبان أن لما تكون محاصرة قوية على لاعبين وسط الميدان يلقوا صعوبات كبيرة من ناحية البدنية، ولهذا أعتقد أن الحضور البدني هو اللي يعمل الفارق اليوم، ودائما نقول احنا الحضور البدني يعمل الفارق، ثم بطبيعة الحال تدخل المهارات الفردية، إذا تعمل فارق من الناحية البدنية تعمل بطبيعة الحال فارق من الناحية الفنية. الأرسان يعني خمسة مليون لأرشافين، 15 مليون pour أرشافين، 15 مليون يورو pour أرشافين، 15 مليون يورو لأرشافين ليس ثمنا مرتفعا. هل هو قادر على أن يثبت جدارته في دوري مثل دوري الإنجليزي كل ثلاث أيام؟ هذه قصة أخرى، لأنه جسمه صغير ولم يلعب في الخارج وعمره 27 سنة. هناك علامة استفهام. وعندما تشتري لاعبا عمره 27 سنة لا تبيعه بثمن كبير عالي. الزميل باسل طبال إذا في منطقة المشجعين. باسل، يعني الأمطار لا تساعد أو لا تشجع المشجعين على متابعة المباراة في فيينا؟ يعني ما ذكرت، الأمطار والطقس الرديء اليوم لا يساعد المشجعين لدخول منطقة الفانزون، هناك يعني عدد قليل جدا ربما من المشجعين سواء كانوا إسبان أو روس في شوارع فيينا وفي منطقة الفانزون، حيث دخلنا منذ قليل هناك بعض الاحتفالات والاحتفالات الموسيقية، هناك فرقة موسيقية تدعى لوس خيتانوس وهي فرقة موسيقية من إسبانيا تعيش هنا في النمسا، ولكن الأجواء ليست كما كنا ننتظر ونتوقع أن يعني أن تزداد الأمطار في الساعات المقبلة وأن يصبح الطقس أكثر رداءة مما سيؤثر على المباراة بشكل خاص وعلى الأجواء بشكل عام. على كل أحوال هشام، الجماهير الإسبانية اليوم تتفوق بألف متفرج على الجماهير الروسية في ملعب إرنست هابل، بينما في الشوارع أيضا هناك عدد كبير من الإسبان، لكن لا نعرف إن كان في هذه الأحوال الرديئة جدا إن كانوا هؤلاء سيكونون في الشوارع. 20,000 مشجع إسباني سيكونون موجودين في هذه الشوارع، عندما أن أيضا مئات من الإسبان كانوا موجودين ايضا اليوم في مطار باراخاس في مدريد لاخذ الطائره والتوجه الى فيينا، وكانوا ينتظرون طويلا في مطار مدريد. هشام، شكرا لزميل باسل الطبال. طبعا تحدثنا عن ارشافين، هناك ايضا بافليتشينكو.